احنا سعداء جدا بان هم بيوفروا تدريبات، تدريب للاطباء، تدريب للممرضات، واحنا اعتقد في السوق المصري محتاجين للكثير من التمريض والممرضات. الحقيقه الاطباء المصريين اصبحوا عنوان للمجال الطبي على مستوى العالم، لان احنا عندنا طلب جامد جدا على الاطباء المصريين، وبياخدوهم وهم صغيرين وشباب يافع، وطبعا يعني بيتاح ليهم الفرصه ان هم يعني يتقدموا ويتطوروا ويصبحوا جزء من العمليه الطبيه في هذه المجتمعات. فإيمانا منا باهميه هذا المجال، ايمانا منا باهميه الاطباء المصريين وقدرتهم وفعاليتهم على مستوى العالم، بدليل ان هم دلوقتي يعني العالم كله بيحاول ان هو بيسعى اليهم، لان في اوريدي نقص في المجال الطبي اعتقد في كبريات الدول. واحنا يعني بنشكر الله ان احنا يعني اطباءنا المصريين ذوي سمعه متميزه بتجعلهم في مقدمه الاطباء اللي دايما يعني الناس حابه ان هم يبقوا جزء من المؤسسات الطبيه وجزء من عمليه النجاح في هذا المجال الطبي. سعيده جدا ومتطلعه لتنفيذ هذا البروتوكول يا دكتور، يعني باكبر قدر من التنفيذ. واحب ان انا برضو اديلك الفلور علشان لو تحب تقول كلمه بهذه المناسبه اللي انا متاكده انها يعني يوم متميز ليك وزي ما هو ليك. اتفضل.